ينضم إلينا من البصرة نمير الخياط الإعلامي العراقي للحديث عن استمرار الانتهاكات ضد المتظاهرين في البصرة بعد أيام من اغتيال ناشطين. أهلا بك سيد نمير. في البداية، القوات الحكومية تقوم بدهس المتظاهرين السلميين في البصرة بعرباتها العسكرية، كيف تفسر ما جرى والذي ترافق مع إطلاق النار على المتظاهرين؟ نعم، بالتأكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى جميع الأخوة العاملين في هذه الفضائية وإلى الأخوة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا بك. حقيقة ما يجري في النموذج، ما يجري في جميع المحافظات الموجودة بالعراق، وهو بسبب الوضع الأمني والوضع السياسي اللي ترك تداعياته بشكل سيء على جميع الواقع وعلى جميع المحافظات. نعم. حقيقة أنه في البصرة، عندنا خاصة بالبصرة، من بدء المظاهرات من الشهر العاشر العام، وموقف بكل حذافيرة ضد عدم قبوله ورضى بالإجراءات اللي تتخذها الدولة. حقيقة كانت هنالك مجموعة من المتظاهرات اللي قامت بها جامعة البصرة، كلية الطب والهندسة وباقي شرائح المجتمع والنقابات من الشهر العاشر، إلا أنه هذه المظاهرات مع الأسف كان هنالك من يعمل على عملية تصفية الناشطين وعلى إرهاب الواقع وتخويف الناس. وبالحقيقة إحنا فقدنا قبل فترة مو طويلة مجموعة من الصحفيين والناشطين، أحد من عندهم كان واحد من عندهم أحمد عبد الصمد، هذا اللي كان ضمن أعتقد فضائية الحرة، ومع زميله اللي كانوا يشتغلون بالكاميرا والإدارة. ثم عندنا ناشط آخر تعرض إلى محاولة، ذو الفقار حبيب، وقبله تعرض حسين عادل وزوجته اللي كانوا يشتغلون في إسعاف الأولي للتصفية وقتلهم هو وزوجته سارة، حسين عادل وزوجته سارة. وقبل فترة تعرضت الدكتورة سعاد العلي اللي هي ضمن منظمة الود للمرأة، هم تعرضت للاغتيال وبالتالي التصفية وانتهى وضعها. نعم سيد نمير، في محافظة البصرة. نعم، نكتفي بهذا القدر. دعنا نذهب إلى سؤال آخر سيد نمير الخياط، وأنت مطلع على طبيعة ما يجري في البصرة. باعتقادكم، عدم تحرك الحكومة لمحاسبة قتلة المتظاهرين وتواصل صمتها عن جرائم اغتيالهم، إلى أي مدى يؤكد تواطؤ الحكومة بما يجري من أحداث في البصرة؟ والله أخي، بالبصرة مع من ميليشياته هي تمثل جزء من تشكيلة هذه الحكومة، فجميع الأحزاب اللي موجودة اليوم إلى ميليشيات، وبالتالي هي تصفي كل من يقف ضده صوته ضده، وكل من يقف ضد طموحه وتطلعاته. قبل يومين كافي احنا حقيقة عندنا ناشط سياسي في منطقة الجنينة بالبصرة تعرض إلى تقريبا عشرات الرصاصات، اللي هو اسمه تحسين إسامة، ومن قاموا بتشييعه قبل يوم أو يومين باتجاه بيت محافظة البصرة سعد العيداني، استخدم نفس الأسلوب اللي استخدمه قبل فترة، همنا حرك الشرطة والجيش. نعم. لضرب المتظاهرين، في حين أن المتظاهرين كانوا يريدون من عنده أن يفي بوعده، هو اكتشف عن الناس المندسة للصف الناشطين، وبالتالي صار اعتداء على المتظاهرين بالرمي وبالرصاص. واعتقد تعرضت مراسلة الحرة الى عملية دفع وضرب من القبيل هي والستاف مالها. هو هاي كنا كان مطالب المتظاهرين بإقالة قائد شرطة البصرة اللي هو رشيد فليح، اللي واعد المتظاهرين انه راح يكشف بعد شهر عن اسماء الناس اللي استغلت هذه الفجوه، وبالتالي هي صفت اخطر. وهذه الحاله هي موجوده نفسها بالناصريه، ونفس الحاله بالعماره، مراد القيلون مدير الشرطه. انا اعتقد اليوم جميع مؤسسات الدوله تحتضر بسبب فقدان الوضع الامني والسياسي، التردي، وبسبب تردي الاوضاع المعيشيه والمعاشيه. الامور هذه جايه تتفاقم حقيقه بالواقع العراقي ومن البصره. نعم، وجايه فيها تصعيد. نعم، هل نعم. هل الميليشيات وهي المتهمه الرئيس بهذه الاغتيالات كما تعلم، هل هذه الميليشيات تعتقد انها بجرائمها قادره على انهاء ثوره تشرين مثلا؟
والله أخي هي المسألة مو أنه قادر أو غير قادر، بس يبقى هو صوت الشعب هو يمثل القضية. لكن مسألة وجود دول الناس الميليشيات والأحزاب والناس المسلحة وهاي التنظيمات، إلا أنه بالحقيقة هي تعرقل، لأنها بحد ذاتها هي راح تمثل أجندة دول خارجية، وبالتالي الدول الخارجية تريد تصمم الوضع العراقي باتجاه ما ترغب هي. فلهذا السبب نلاحظ اليوم هاي الأحزاب كلها تمثل، إذا وضعناها تحت المجهر، تمثل قوى إقليمية وعالمية جاي تعمل بالعراق بشكل موسع. نعم، طيب إذا استمرت هذه الأحزاب السياسية سيد نمير، إذا استمرت هذه الأحزاب السياسية بنفس نهجها وسارت على ذات المنوال، باعتقادك هل سيكون هناك تصعيد في التظاهرات التي ترفض إجراء أي انتخابات مبكرة دون إشراف أممي، وكذلك الطلبات التي طلب بها المتظاهرون ومن ضمنها حل البرلمان؟ أخي في البداية أنا أعتقد أنه ذول الناس المندسين الجاي يعملون من أجل إسعاف عمل الدول الإقليمية في العراق ونجاح مشاريع هذه الدول الإقليمية والعالمية، هي بنفس الوقت جاي تسمح وتفسح فرصة كثيرة وكبيرة للعاملين على التخريب بالداخل. اليوم الاشتباكات العشائرية والصراعات العشائرية بدأت تشتد عندنا بقوة، بدأت تتكلم بلغة السلاح بشكل قوي. اليوم مسألة ترييف الواقع، اليوم الواقع المدني بدأ تنحسر بالثقافة المدنية والسود بالثقافة العشائرية بسبب الإخفاقات الموجودة بالدولة، أو نقول اليوم ما الدولة اليوم ما لها صاحب، ما لها اليوم علم وواقع. اليوم الدولة جاية تصارع من أجل ثبات واقع سياسي لأي حزب أو لأي كتلة. اليوم تفشي مع الأسف، يعني تفشي كورونا اللي هذا المرض الوافد للعراق مع الأسف هو اللي دفع المحتجين والمتظاهرين والجامعيين وغيرهم إلى أن يقللون من حدة الصراع من أجل أنه السلامة والوقاية اليوم اللي هي شكراً. أفضل اليوم ترد. تفضلي، دعنا نكتفي بهذا القدر. الصحفي العراقي نمير الخياط كنت معنا عبر الهاتف من البصرة، شكرا جزيلا لك.